صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 73 لسنه 2024 بتعيين وكيل في وزاره الاسكان والتخطيط العمراني وذلك بناء على عرض وزير الاسكان والتخطيط العمراني وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه تعين السيده فاطمه ابراهيم خليفه المناعي وكيلا لوزاره الاسكان والتخطيط العمراني